أهلا بكم مشاهدينا في الموجز الإخباري والمستهل بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره من مملكة الدنمارك. وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحافظ هني في زيارة عمل وتفقد إلى قطاعه بولاية عامة. شرطة البليدة تنظم خرجات ميدانية للقضاء على ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة بطريقة غير شرعية. تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مكالمة هاتفية من نظيره من مملكة الدنمارك لارس لوك راسموسن. خلال الاتصال أعرب الوزير الدنماركي عن أسفه واعتذاره للموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارة الدول الإسلامية بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن، كما وصف هذه الأعمال بغير المقبولة مؤكدا أنها تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي. كما أبلغ رئيس الدبلوماسية الدنماركية الوزير أحمد عطاف أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة، وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون 4 أسابيع. ومن جانب آخر شكلت المكالمة الهاتفية فرصة للتبادل حول تحضير الدورة 20 للمؤتمر الوزاري بين البلدان الإفريقية ودول الشمال الذي سيعقد في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر 2023 تحت عنوان تعزيز الحوار على أساس القيم المشتركة. حل صبيحة اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحافظ هني بولاية عامة في زيارة عمل وتفقد إلى قطاعه، حيث استهل زيارته بداية بالمحطة الأولى أين تلقى السيد الوزير رفقة الأمين العام لولاية عامة والسلطات المحلية بحضور إطارات من الوزارة وكذا الرئيس المدير العام الجزائرية للحوم الحمراء والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتغذية، عرضا مفصلا حول وضعية قطاع الفلاحة بالولاية وعرض لمخطط مكافحة حرائق الغابات لسنة 2023 قدمه كل من السيد محافظ الغابات ومدير الحماية المدنية لذات الولاية. أما المحطة الثانية فكانت بزيارة مقر تعاونية الحبوب والبقول الجافة والوقوف على العتاد الفلاحي المسلم. إلى ولاية البليدة أين نظمت شرطة البليدة خرجات ميدانية قصد القضاء على ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة بطريقة غير شرعية من طرف أصحاب المحلات التجارية قصد توعيتهم بمدى خطورة هذه التصرفات السلبية على أمن وسلامة المواطنين. التغطية للزميل حسام الدين العروسي. سلوك بسيط من عندك قادرين تتفادى اجراءات المتابعه القضائيه هذه ويرجعوا ان شاء الله ثقافه الرصيف. واصلا هنايا هذه في اطار خداع المستهلك، انعدام النظافه والنظافه الصحيه، وبغض النظر على هذه باش نحموا الصحه العموميه، خاصه رانا في موسم الصيف راك عارض تحت اشعه الشمس المياه معبأة في قارورة بلاستيكية. ما حبش نروح وما حبش لا لا على بان انت انسان منور تبارك الله عليك فهمني، وعلى بان احنا اصلا مواطن الجزائري يكون بسيط نهضروا ما بلاتي هي احسن يفهم، ورانا وصلنا لك هذا الاطار القانوني باسلوب مبسط ان شاء الله تمتثل فقط. ان شاء الله هذه قلنا تخرج عند ممنوع من عند باتا دائما تكون داخل القاعده التجاريه تاعك لانه الرصيف هو ملك عمومي لانه ملك للمستعملي الطريق ماهوش تابع للمحل التجاري تاعك. وحاجه مليحه باش الانسان ما يعرضش برودوي اليمونتير اشعه الشمس ولا حاجه اللي تضايق المراه على الرصيف، وان شاء الله تكون توعيه عامه على الجميع. يضر مستعملي الطريق وهذا طريق ما عرفوش بلي راهو طريق وطني
فوالا قد يتسبب بطريقه او بطريقه اخرى الى حوادث مرور جسمانيه. حنا هنا جينا نلبوا سخط المواطن، لان راهو المواطن دائما يتقدم عندنا ببلاغات، قال لك ثقافه الرصيف انعدمت، قال لك ما عندناش حق باش نتمشاو في الرصيف، اصحاب المحلات التجاريه عادوا لحقوا الرصيف بالمحل التجاري تاعها، عاد يعرض السلع تاعو على الرصيف، صافي كان الحق في المرور ما كانش. فيما يخص استغلال الرصيف، اصبح الظاهره تشوه المظهر الجمالي تاع المدينه ولا الطرقات تاعنا على مستوى التراب الوطني. هنا من يمنع منعا باتا استعمال الارصفة على حسب الطريقه اللي كدير انت، اصلا راك عارض منتجات غذائيه سريعه التلف، اي تسبب لنا التسممات بغض النظر على السرطان. اولا قلنا الانسان يخاف على الصحه تاعه وصحه تاع الغير، ما يتسببش في ضرر الاخرين. كون نروحوا للمستشفيات نشوفوا في مصلحه تاع طب الاورام، نشوف صحه تاع المرضى، الله غير يندله. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة.